بكم من جديد. في فقرة الإمارات والعالم اليوم نناقش زيادة التجارة بين الإمارات وروسيا بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام الحالي. يأتي ذلك طبعا بالمقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. هذا الأمر الذي أعلنه السفير الروسي في الإمارات أندري فلاديمير. فلنتابع معا هذا التقرير. يتوقع خبراء أن تسجل التجارة بين الإمارات وروسيا 2 مليار دولار مع نهاية عام 2012، وهو نمو تاريخي في أرقام التجارة بين البلدين على حد وصف السفير الروسي في الإمارات. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة السنوية لمجلس الأعمال الروسي في دبي، قال المشاركون إن التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2012 بزيادة تقدر ب 40% بالمقارنة بالنصف الأول من العام 2011، في حين سجل التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 1.5 مليار دولار في 2011، متوقعا أن يصل تعداد الزوار الروس الزائرين للإمارات هذا العام إلى 600,000 سائح روسي. وبالنسبة للمشاريع الروسية، فقد استثمرت الشركات الروسية ما قيمته 187 مليون دولار في الاقتصاد الإماراتي في عام 2011، فيما استثمرت الإمارات ما قيمته 253 مليون و800 ألف دولار في مشاريع روسية. كما توجد أكثر من 40 من كبرى الشركات الروسية وأكثر من 350 شراكة في الإمارات، حيث أن روسيا لا تزال أحد المستثمرين الرئيسيين في اقتصاد دبي. وأضاف السفير الروسي أن الشركات الروسية استثمرت أكثر من 600 مليون دولار في قطاع العقارات، فيما يحتل الروس المرتبة الخامسة في العالم على لائحة الاستثمار. هذا ويذكر أن مجلس العمل الروسي في دبي هو الجمعية الوحيدة لرجال الأعمال الروس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف ليكون شريكا موثوقا به للشركات الإماراتية التي تتطلع لدخول السوق الروسية، وكذلك العنوان الأول للشركات الروسية التي تدخل سوق المنطقة.